السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هنشوف العدة اللي هنشتغل بيها. دي معايا سكينة معجون 25 سنتي، أنا بستخدمها بدل المسطرة، ومعايا اسطوانة الصاروخ دي أنا بستعملها زي ميزان قبل ما بوزن بيها الحيطة، ومعاها الخيط ده طبعا بربطه فيها، ومعايا الرولة دي طبعا عشان ندهن بيها ورق الحائط وندهن بيها الجدار، وطبعا الكتر والمتر، طبعا المتر عشان المقاس والكتر عشان نقطع بيه الزيادات، ومعايا القلم ده كمان عشان اعلم بيه، والفرشة عشان ندهن بيها فوق الوزرة وندهن بيها تحت السقف والزوج، ومعايا الباغة دي طبعا هي مش باغة وانما هي غطا بواط 10 في 15، انا بستعملها بدل الباغة، هي جميلة جدا بصراحة، والحرف بتاعها ملفوف وجميلة جدا في استخدام الايه في استخدامها في تفضية الزيادات والهواء من الورق، تمام. ومعايا حتة قماشة طبعا بستعملها اغسل بيها الجدار بعد ما اخلص عشان اشيل مادة اللزق الزيادة اللي بتيجي على الورق. اول حاجة بعملها باخد مقاس عرض الحيطة عندي عشان افصل الورق بتاعي، تمام. الحيطة عندي عرضها 2.5 متر كويس، وهقيس الارتفاع عندي برضو 2.5 متر، يعني 2 متر و50، تمام. طبعا الورق اللي عندي عرضه 53 سنتي، فانا كده هحتاج 5 تفرخ او 5 سلخات. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هوزن الحيطه، وده ضروري جدا ان انت توزن الحطه الاولانيه او الفرخ الاولاني. باخد علامه على 52 سنتي مش على 53 من جنب الحيطه او من جنب الزاويه اللي انا شغال جنبيها، باخد 53 سنتي. وطبعا لو انا شغال لوحدي ومعيش حد بعمل ايه؟ باخد اسطوانه الصاروخ اللي انا وريتها لك دي وبربط فيها الخيط، بستعملها زي تقل يعني، وباخد علام فوق خالص وعلام في النص وعلام تحت، بعلم ثلاث علامات علشان اوزن عليهم الفرخ بتاعي. بعد كده بجيب لزق الورق، وهو لزق يعتبر بودره، زي البودره كده، عامل زي جزء الهند المبشور، وبفضي واحده واحده، يعني ما بفضيش الكيس كله، لان لو فضيت الكيس كله اللزق هيكلكع معايا ويعمل حبيبات تخينه، ولكن بتفضي شوية بشوية وتقلب كويس زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنسيبه 10 دقايق وبنقلبه تاني، وبنجيب الغيرة الابيض. طبعا بتحاول تجيب غيرة ابيض بيكون خامة جيدة شفافة، يعني الغيرة الابيض ده طبعا لما بينشف بيبقى شفاف، ما بيبقاش ابيض كده، خد بالك، لان في انواع من الغيرة الابيض بتسيب تجييرة على الايه على الجدار، تمام. بنقلب كويس لحد ما القوام بتاع اللزق بتاعنا بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بجيب الورق بتاعي عشان افصله، تكون الارض عندي نظيفة، طبعا افضل ان انا افرد على الارض عشان اخد راحتي واقدر افصل الورق بتاعي، بس اهم حاجة ان الارض تكون نظيفة عشان خاطر الورق ما ياخدش رايش او ياخد تراب من الارض، تمام. بقيس بقى المقاس بتاعي 2.5 متر، لا بخلي المقاس بتاعي 2.55 متر مثلا، بسيب زيادة شوية عشان اشتغل براحتي، تمام اهو، وبتني الورق كده وبقطع. ممكن انت حضرتك تستعمل مسطره بدل ما تقطع كده لو ما تعرفش، انما انا عشان انا متعود بقطع القطعيه دي فبقطع بالقطر على طول زي ما حضرتك هتشوف كده اهو. بعد كده بجيب الفرخ التاني بفرده جنب الفرخ ده واظبط الرسم على بعضيها. طبعا في حد يقول لي دي مفيش رسمه في الورق ده، الورق ده عشوائي. لا مش عشوائي، برضو هتلاقي فيه رسمه بسيطه بتجمع مع بعضيها، يعني شويه الخيوط الرفيعة دي بتجمع مع بعضيها، والكلام ده هيبان معاك لو انت ركبت عشوائي، هيبان معاك اللحام في الورق. طبعا معايا الاسطى مصطفى غريب اهو بيجهز الحيطة صنفرة. الحيطة بتاعتي دي مدهونة بلاستيك نص بلاستيك مط، وضروري جدا انها تبقى مدهونة بلاستيك مط عشان خاطر بيبقى افضل في اللزق عليه، يعني افضل ان الحيطة عندك تكون مدهونة بلاستيك مط. ليه؟ لان البلاستيك المط بيمتص الزياده بتاعه اللزق والورق بيطبع عليه كويس، بعكس البلاستيك النص لامع. طبعا كل واحد ورايه، يعني انا بفضل ان انا اشتغل على على بلاستيك مط، تمام، وتكون الحيطه بتاعتي متاسسه كويس جدا عشان لو الحيطه عندي ضعيفه الورق ممكن يضرب ويفرقع بعد كده. بفرد الورق بتاعي زي ما انتم شايفين على لوح خشب اهو، وبدهن الورق كله وخصوصا الحروف بتاعت الورق، يعني خد بالك دايما وانت بتدهن الورق مهم جدا ان انت تزود بوي على الحروف، لان دي اكتر مكان بيفك بعد كده. وبدهن برضو الجدار، في ناس بتحب تدهن الحيطة بس او بتدهن الورق بس وما دهنش الجدار، لا
انا بدهن الجدار عشان اقدر احرك الورق يمين وشمال، ولو في حاجه فوتت في الورق تبقى الجدار ايه يبقى مبلول والجدار يبقى عليه لزق. باخد الورق بقى بتاعي وبظبطه على الثلاث نقط اللي انا عملتهم، العلامات اللي انا عملتها على الحيطه اللي انا وزنتها بالميزان، بركب الورق عليهم عشان يبقى الرول عندي نازل مظبوط وعدل. طب ايه فايده الوزنه دي؟ هقول لك فايده الوزنه اللي انا بوزنها دي، ان انت لو الورق بتاعك فيه رسمه تمام، لو الرول اتعوج منك نص سنتي او حتى 5 مللي ولا 3 مللي، المهم الرول لو اتعوج منك شويه بتيجي الرسم بعد كده بتبص تلاقيها مثلا جمعت فوق وتحت مش مجمعه، ويبتدي الرول طول ما انت ماشي يزيد العوجه بتاعته لحد ما توصل لاخر الجدار، فتلاقي الرسمه بتاعتك خلفت مش ماشيه مع بعضيها تمام. طيب وش الكهرباء اهو، بحدد بالقطر من عليه، بقطع الزياده من عليه وبسيب سنتي واحد بس كده، يعني ما بقطعش بالظبط على الوش بالظبط، لا بحدد كده وبسيب سنتي واحد بس، وبعد كده بسقط السنتي ده ورا الايه، ورا الشاسيه اهو زي ما انت شايف كده، انا بحزه بالقطر وبعد كده بسقط السنتي الزياده ده ورا الشاسيه. طبعا انتوا شفتوا دلوقتي وانا بفضي بالباغه اللي معايا، طبعا زي ما قلت لك الغطا بتاع الموضح ناين جدا، الحرف بتاعه ملفوف منه ان هو بيفضي الهواء كويس والزياده كويس من تحت الورق، ومنه ان هو بيسيب لي برضو كميه لزق مناسبه تقعد تحت الورق تخلي الورق ايه لازق تمام كده. زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين النقطه اللي تحت على الشمال، لو انتوا لاحظتوا هتلاقي في نقطه على الشمال اهي تحت علي في جنب الورق على طول كويس كده. بحز الورق اللي جنب الزاويه وباجي بالقطر بعد كده ايه بقطعه اهو زي ما انتم شايفين كده، الباغه حنينه جدا، الغطا الموضح حنين جدا، احسن من الباغه كمان. يعني انا عندي الباغه اللي هي الباغه اللي بشتغل بيها في الورق، بس انا بفضل دي. باخد السكينه، السكينه دي 25 انا بستعملها بدل المسطره، وما بتستخدمهاش غير في الورق بس، يعني انت لو انتم ملاحظين انها جديده انا ما بستخدمهاش غير في قطع الورق بس. وبعد كده طبعا الزاويه جنبي ايه، بقطع الورق من على الزاويه زي ما انتم شايفين. طبعا سلاح القطر معايا لازم يكون حامي، وطبعا السنون بتاعته بتتكسر، يعني اللي انت حسيت ان القطر معاك تلم او ما بقاش حامي بالقصافه بتقطم السن الاولاني ايه بتاع القطر، وهكذا كل ما يتلم معاك تقص ايه تقطم سن منه. وبطبع الورق اللي على الوزره ده كويس زي ما هتشوف دلوقتي، بقعده على الوزره، بفرده على الوزره اهو، وبعد كده بفتح السلاح بتاع القطر وباجي ايه قطعه كده بالراحة اهو، بص كده من على الوزرة اهو شايف. بالشكل ده بعد كده باخد الفرخ التاني وابتدي اركبه بقى جنب الايه جنب الفرخ الاولاني، وابتدي اظبط الرسمة بتاعتي على الرسمة، يعني الخيوط الرفيعة انا هشاور لك عليها دلوقتي عشان برضو انت تبقى فاهم ان حتى الورق اللي انت بتحس ان هو عشوائي ده لا مش عشوائي، هتلاقي الرسمة مجمعة مع بعضيها. فطبعا لما بتجمع الرسمة مع بعضيها والحرفين بيبقوا قاعدين جنب بعض، طبعا الفرخ لما فردته نزل جنب اخوه على طول، يعني نزل جنب الفرخ التاني على طول، مش محتاج ان انت تفضل تشد عليه الناحية دي عشان تجمع الرسمة مع بعضيها والكلام ده، لا اهو بص انا بشاور لك على الرسمة مجمعة مع بعضيها اهي تمام. كتر الشد في الورق بيتشد وبيجي معاك وكل حاجه، بس بعد ما بينشف بتبص تلاقيه بعد تاني، الميه اللي فيه بتنشف واللزق اللي فيه بينشف، بيروح الرادد تاني بعيد عن بعضه. فالوزنه بتخلي الفرخ ينزل جنب الفرخ مرتاح 100 100، ما بيبقاش فيه ايه ما بيبقاش فيه حاجه من الايه من الكلام ده خالص، ما بيحتاجش ان انت تسحبه كده وتشده بالعافيه. بعد كده بنقطع بالسكينه زي ما انتم شايفين الزياده اللي فوق اهو، وكده خلصنا الايه الفرخين. طبعا انا مش هلزق لكم الجنب كله، انا كفايه ان انا ايه وريتكم فرخين بس هوريكم حاجه جميله جدا وحاجه يعني معلومه مهمه جدا جدا، يعني اكتر حاجتين انت ممكن تستفادهم في الفيديو ده، ان انت توزن الحيطه، والفكره الثانيه اللي انا هوريها لحضرتك دلوقتي وهي ازاي تعمل وصله، لان انت اوقات بتبقى مضطر مثلا شغال والورق اللي معاك مش هيكفي، او الورق لازم يتوصل، او في مشكله في الورق ولازم تعمل وصله في الورق. هوريك ازاي تعمل الوصله
ازاي توصل الورق ببعضه بطريقة احترافية بحيث ان ما يبانش فيها الحام خالص. تمام. انا على فكرة عملت عمود قبل كده، ظهر بتاع عمود يعني هو كان متداري شوية، عملته بتسع وصلات، الورق اللي معاه ما كفاش، عملته بتسع وصلات طبعا. ودي حاجة مهمة جدا بقى، ان احنا بعد ما نخلص، انا دخلت مصطفى ابني هو رايا يغسل الحيطة على طول. ليه؟ مادة اللزق دي لما بتقعد على الحيطة بتغير، واخد بال حضرتك؟ لو نشفت مادة اللزق دي ممكن ما تشوفهاش في ساعتها، انما بعد اسبوع او اتنين تلاقي المادة دي مغيرة على الحيطة. في واحد يقول لي لا ده اللي بيغير الغيرة، لا اللي ما بيغيرش الغيرة، اللي بيغير مادة اللزق. تمام؟ طيب ادي الوصلة اللي انا هعمل لك عينة منها، ده نموذج يعني، خد بالك ده نموذج، المفروض ان انا هلزق هنا فرخ كامل، بس انا بعمل لك نموذج ازاي تعمل وصلة في الورق. تمام كده؟ اهو لزقت الحتة دي، وهجيب الحتة التانية اللي انا هوصلها فيها، بجمعهم مع بعض وبجمعهم في الفرخ الملزوق اهو، وبفضل الهواء منهم هما الاثنين مع بعض بحيث ان هما يطبعوا الاثنين على بعض بالظبط. شايف؟ انا بفضل الهواء من عليهم هما الاثنين اهو، بحيث ان هما يطبعوا الاثنين مع بعض. بص كده اهو، انا بشاور لك بقول لك الاثنين قاعدين على بعض اهم، وده المكان اللي انا ايه اللي انا هقطع منه اهو. بص بظبطهم مع بعض اهو، هحط بقى السكينه وهقطع هنا بالكتر بقى، طبعا سن الكتر بيبقى حامي، ده ضروري جدا عشان ما يشرشرش معاك. بص كده بقطع اهو، الاثنين بيتقطعوا مع بعض قطعه واحده. تمام. بعد كده بفك اهو، هشيل الحته الزياده اللي اتقطعت تحت دي، بص كده اهي دي خلاص مش عايزينها، والحته الزياده اللي فوق برضو مش عايزينها اهي، اشيلها لك اهي. تمام كده، كده الوصله بتاعتنا اتعملت جميله جدا ومش هيبان فيها اي لحام ومحدش هيشوفها نهائي. بعد كده نكويها بالباغه كاويه كويسه، ونمشي عليها الباغه يمين وشمال كده اهو، نكوي الحرف بتاع الاثنين مع بعض. اقرب لك الكاميرا وشوف كده، لو انت شايف اللحام قول لي. تمام، مفيش اي لحام بفضل الله تعالى. هعمل لك عينه ثانيه في ورق ثاني اوضح من ده شويه، معلش استحملني. العينه دي في ورق ده عشان الورق ده فيه رسمه باينه. طبعا انا لزقت برضو حته نموذج اهي، وبجمعها مع الفرخ اللي خلص، وبجيب حته تانية اهي انا ايه هجمعها لك معاها وهنوصلها برضو. لو انت ملاحظ هتلاقي الورق مجمع مع بعض اهو، ماشي كده، مجمع في اليمين ومجمع من فوق مع بعضه كويس كده. بكوي برضو الورقتين مع بعض، الوصلتين بكويهم كويس جدا مع بعض اهو. بفضي الهواء منهم خالص، وبفضي زياده اللزق اللي فيهم خالص اهو، وبظبطهم بشد بايدي كده عشان ايه الرسمه تيجي على الرسمه، عشان خاطر القطعيه لما تتقطع ما يبانش فيه اي لحام خالص. طبعا اذا عجب حضراتكم الفيديو، يعني لو حضرتك اول مره تشوف فيديوهاتنا، اتمنى ان حضرتك تشرفنا وتشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل لك مننا كل جديد. بص حضرتك لاحظ كده ان شاء الله للمقطع اهو. طبعا الورق اللي معايا ده عرضه متر وسبعة او متر وستة. تمام، عرضه قد قد الورق التاني مرتين. بص كده بعد ما نشيل الورق هتشوف الوصلة ملهاش اي اثر بفضل الله تعالى. نشيل بقى الورق، هدي الزيادة دي خلاص كده مش عايزينها، والزيادة اللي تحت الورق اهي خلاص كده دي مش عايزينها. تمام، ونطبع بقى الحرفين على بعض، نكوي بقى بالبغى على اللحام اهو عشان يطبعوا الاثنين مع بعض زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا طريقه سهله جدا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وما تنسوش تشتركوا عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم غريب محمد.